والانديه المصريه ما اتحركتش لقدام الا بفعل الاستقرار. استقرار العام في الدوله في الفتره اللي فاتت هي اللي كفلت اولا صدور قانون الرياضه الجديد، ثانيا الانديه المصريه. احنا النهارده ثلاث أندية مصرية في الأدوار المتقدمة أو قبل النهائي في دور الأبطال وفي الكونفدرالية، والإسماعيلي كمان في البطولة العربية. إذن ما كان لهذه الأندية أن تخطو خطوة مهمة للأمام في السنوات الأخيرة إلا بفعل هذا الاستقرار العام في الدولة. كمان قانون الرياضة الجديد 71 ل 2017 ما كان ليصدر ويحقق كل هذه الطموحات ويلبي كل هذه الرغبات في الاستثمار الرياضي الجديد إلا نتيجة أو نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار العام في الدولة. مناخ الاستثمار الجاذب للرياضة المصرية جاي على هذه الأرضية المستقرة هنا في ملك وكتابة. المهندس عادل أشار لنقطة لعلها من المفيد إن احنا نفكر بيها، لأنه النادي الأهلي لما أعلن في الأيام الأخيرة عن تأسيس ثلاث شركات مهمة، شركات مساهمة، إحداها شركة الأهلي لكرة القدم، وده كان حجر الزاوية لبرنامج ملك وكتابه. اختلاف بدل الكثير عنيف شويه في وجهات النظر مع مجلس الاداره السابق وليه كل التقدير، لكن كان الخلاف وقتها خلاف جوهري بتتضح اسبابه ونتائجه هذه الايام، لان وقتها لائحه او مشروع لائحه النظام الاساسي اللي كان معروض للجمعيه العموميه واللي طلب من ملك وكتابه انه يعمل حوار مجتمعي حواليه، لاحظنا ساعتها في ماده صريحه وواضحه جدا بتقول ان المجلس الاداره الحق في انشاء شركه لكره القدم وطرح اسهمها في البورصه فقط. جه في ماده ثانيه بعديها بشويه لمجلس الاداره الحق في انشاء شركه او شركات لبيع الملابس الرياضيه، وخلاها شرط مقيد بقى بشرط الحصول على موافقه الجمعيه العموميه وامتلاك النادي ل 52% من اسهم هذه الشركه. يعني لما اجي ابيع شورت وفانيلا وادوات رياضيه ارجع للجمعيه العموميه واحتفظ للنادي باكثر من 50% من قيمه هذه الاسهم. بينما كانت فكره بيع شركه كره القدم وطرح اسهمها في البورصه بدا الامر وكانه مفتوح ومطلوق ومتاح. هنا كان تخوفنا وهنا كانت وجهه النظر اللي اعتقد حضراتكم فاكرين تفاصيلها. فكانت النتيجه انه مجلس الاداره الحالي لما عمل مشروع لائحه النظام الاساسي تنبه الى هذه المساله، اهتم جدا انه ما من شركه تنشا في النادي الا الحصول على موافقه الجمعيه العموميه وامتلاك النادي لاكثر من نصف اكثر من 50% من اسهمه. ده كان بسبب هذا الحراك على الاقل وابداء وجهات النظر القانونيه المهمه الحريصه على النادي، لكن لا كان خلاف مع اشخاص، فقط كان خلاف على افكار، والهدف المباشر كان مصلحه النادي الاهلي. وقتها اتقال اصل في مش عارف مين عايز يشتري كره القدم في الاهلي ومين عايز يستثمر. بعض الحاجات بتتضح دلوقتي للعامه، لكن كان المهم انه النادي الاهلي السباق دايما. لما الناس اتكلمت في الفتره الاخيره بموجب قانون 71 ل 2017 اللي فتح نوافذ كتيره في الاستثمار الرياضي وادى الانديه الحق في استغلال القيم التسويقيه بتاعتها وعلاماتها التجاريه، كانت النتيجة أنه مجلس الإدارة طلع بسرعة بمهمته ومسؤولياته في تأسيس ثلاث شركات. دي القوة بتاعت النادي الأهلي اللي ميزانيته تعدت ل 2 مليار. بقية الكيانات الشعبية هو ده اللي أشار إليه المهندس عدلي، هي ديت اللي محتاجة السوق يبقى فيه ضوابط، آليات كتيرة تتفعل، الحفاظ على الحقوق العامة.